السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم هاد الزواقة اللي كتجي زوينة بزاف، كتجي راقية على القفتان أو جلابة وسهلة بالنسبة للمبتدئات، سهلة دغيا كطلع، كتخدم بالحساب، ضروري تخدموها بالحساب. نتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي، نخرج البره من هاد العوينه، ها هي، وغادي نحسب ربعة العوينات ربعة، وغادي ندخل البره في الغرزه الرابعه ونهبط بواحد الغريزه، نخرج من تحت من هذيك الغرزه، نخرج من تحت منها وندخل تحت من الاخرى التحتانيه اللي خرجت منها البره، ندخل تحت منها، نبقى غاديه وكنزل، كنزل بعوينه ونزل بعوينه من الفوق وعوينه من التحت حتى كتقاد ليا الزواق. تحاولوا ما تلفوش على دوك العوينات اللي كيكونوا، ضروري ما تلفوش عليهم، الا تلفتوا غير على وحده ولا شي حاجه ما بانتش لكم كانت تحت من الزواقه، راه كيجي الزواقه ما زويناش، كتجي بحال ما كتخرجش. هي هذيك كما كتشوفوا هاد الزواقه اللي عندي، ضروري تقنوها في الخدمة هاد الزواق. صافي كنخرج البرا من تحت من هذيك العوينة اللي الفوق، وكنزل بعوينة من الفوق وعوينة من التحت، صافي كنتم غاديه بها بحال هكا حتى كنكمل، كنوصل لافن البلاصه القند ديال الكوزه، وكنرجع للجهه الاخرى نخدم الجهه الاخرى. كنبقى غاديه غير بحال هكا، كنزل بواحد العوينه، هانتوما كما كتشوفوا دغيا راه ساهله ودغيا كطلع، ماشي بحال البريد، البريد كيشد الوقت بزاف، ولكن دابا هاد البريد راه ما بقاش بزاف، ولات هاد الزواقه ولات التركي، الزواق التركي على والعقيق على الرنده. صافي انا غادي نكمل هاد الجهه وغادي نمشي للجهه الاخرى، صافي غادي ننزل تحت منها. دابا ملي خرجت البرا بغيت نخدم الجهه الاخرى، غنخرج تحت من هذيك اللي درت في الاول، وكانت تم غاديه كنزل بوحده من الفوق وحده من التحت حتى كنهود الجهه الاخرى، وكنبدا الزواقه اللي تحت منها. هاد الزواقه راه زوينه وكتجي تحت في الثوب، كتجي حتى في الثوب بسميتو هي في بالكانبا، ديروا الكانبا على الثوب وتخدموا هاد الزواقه راه كتجي زوينه. دابا نزلت بربعه الغرزات، الفرق ما بين هذيك الفوقانيه والتحتانيه ربعه الغرزات، وحسبت ربعه اخرين وخرجت البره باش نخدم هذاك اللي تحت منها. هنا غير تعقد لي الخيط، صافي دابا غادي نتم غاديه بالخدمه كما درت في الاول، غادي ندير في هذا الاخر، نمشي حتى هو به تحت القنت للجهه الاخرى، ونرجع ندير الجهه الاخرى، ونرجع ندير هذا الصغيور اللي كيجي في اللفان، كيجيو فيه غير ربعه الخيوط، هذاك كيجي صغيور. صافي الخدمه كتبقى غاديه بحال هكا حتى كتسالي، ما فيهاش شي حاجه اللي غادي نزيدها زعما باش نبقى نقول لكم نشرح لكم اكثر، وغادي نخدم هذاك اللي في الجنب
تو غنخدمو بحال الشكل ديالهم. صافي هنا ساليت، غادي نرجع نهبط مع الجهة الأخرى. نحسب 4 الخرزات ضروري الحساب، الطرز راه كيكون بالحساب، الا لفتو الحساب كيجي كبيرة، وحدة كبيرة على وحدة ولا وحدة، ما كيجيش هو هذاك، كيخسر لكم الزواقة، كل شيء كتبان ماشي هي هذه. صافي وهنايا حيت ما بقاتش ليا المسافه بزاف، غادي نهبط غير بجوج غرزات في هذاك تحت من هذا اللي خدمت دابا، غنهبط غير بجوج غرزات حيت ما بقاش ليا المسافه كبيره باش ننزل ب4 بحال كيما نزلت من هذا الفوقاني الاخر. غنزل على بجوج وغادي نخدم تما 4 الخيوط، غادي يهز ليا هذيك غير 4 الخيوط اللي غتهز ليا. صافي كتبقى ديك المسافه صغيره، ولا غيجي فيها واحد المربع صغير، وواحد واحد سميتو هو بحال شكل في، غيجي جي في غير 4 الخيوط. هما كيجيو غير 3، غير انا كنزيد واحد اخر، غير كنزيد ندوبلو في واحد العوينه غير باش تجي شويه باينه. ما هو راه كيهز 3 اللي بقاو ليا. صافي تما صافي، غادي نرجع للجهه الاخرى وغادي نكمل. صافي هنايا وغادي نمشي معكم للجهة ديال اللي في هذا اللي في الجناب ديال الكوزة، راه بحالو بحال هادوك، نفس الخدمة نفس الحساب، تا هو 4 الغرزات باش كنبدا، تا هو كنهبط بواحد العوينة كيما درت في هذا كندير في هذا. وبسلام عليكم، وتبعوا الفيديو حتى الاخر، الزواقة زوينة وكتطلع زوينة. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، نتلاقى معكم في فيديو جديد وفي شكل جديد.